في الحقيقة لقطة جميلة قوي، طفل جميل جدا اسمه عمر مكي زار الفريق النهاردة، وكابتن محمود الخطيب كان موجود. هو الطفل ده حافظ للقرآن الكريم وتم تكريمه من قبل الجهاز الفني وطبعا كابتن محمود الخطيب، وقدرنا ان احنا نعمل لقاء مع الطفل ده. خلينا نشوف. اتفضل يا كريم. قولي بقى انت اسمك ايه؟ اسمه عمر مكي. عندك كام سنة عمر؟ عندي 6 سنين. مين اللي كرمك النهاردة في النادي؟ الكابتن محمود الخطيب. قول لي النهارده انا شفتك مع الفرقه وبتشيرت وبتتصور معاهم، مين اللي اداك التيشيرت ولا اتصورت مع مين النهارده انت؟ اتصورت مع اللعيبه. حافظ القران؟ الحمد لله. قول لي انت حفظت القران ازاي بقى؟ عملت ايه عشان تحفظ القران؟ انا بمسك المصحف واقرا القران ودنا ركزه فحفظته. قول لي عايز تقول ايه للعيبه بقى كلها كده قبل البطوله الافريقيه كده، عايز تقول للعيبه ايه؟ عاوز اقول للعيبه ان شاء الله هتكسبوا وربنا معاكم. برافو عليك، برافو عليك. طبعا يعني لقطه لطيفه جدا، الحقيقه الواحد بيفرح لما بيشوف ولاد في السن ده حفظت القران، حاجه يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيه، وان شاء الله يكون يعني فال كويس. يعني اعتقد قبل مواجهه مهمه زي ماتش الزمالك، طبعا دي لقطات اللعيبه النهارده، بتهيألي اللعيبه كانت فرحانه بالولد جدا زي ما هو فرحان هو موجود وسط ولاد النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، كانوا هم كمان فرحانين بيه جدا الحقيقه. كابتن سيد وكل نجوم الفرقه النهارده كانوا بيتصوروا معاه، حتى مستر موسيماني كمان دخل يتصور معاه، لقطه لطيفه جدا يعني الحقيقه، ما شاء الله ربنا يبارك فيه وفرح اهله بيه. طيب